والمتوقع حسب تحليل الخبراء والمختصين أنه بحلول عام 2025 للميلاد سيكون للشيعة كثافة سكانية ومالية كبيرة في المنطقة الشرقية. وإليك المفاجأة، دولة الأحساء والقطيف، والتي تم الانتهاء من وضع أنظمتها وقوانينها وهي بانتظار ساعة الصفر فقط. إذن فإن الوضع في الخليج يتغير، وقد حان الوقت لأن تستيقظ. بالرغم من وضوح مخططاتهم وظهورها للعيان، فإن خططهم تسير على ما أرادوا. لماذا؟ إنه تصدير الثورة، أو بمعنى آخر نشر التشيع في العالم. إيران، وبالرغم من قوة ناتجها القومي، فالملاحظ أنها تعيش في فقر مدقع لا يخفى على مطلع. والسر يكمن في أن الميزانية السنوية الإيرانية تخصص 30% فقط للبنية التحتية، فيما يتم تخصيص 70% الباقية للتسليح وتصدير الثورة. وما زال تصدير الثورة مستمرا إلى أبعد مما نتخيل. هل تعلم أن منظمة واحدة، مجمع أهل البيت العالمي الشيعية لنشر التشيع، دورها وتواجدها في 44 دولة في جميع القارات؟ فما قولك في غيرها من المؤسسات التابعة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية؟ وهل تعلم أن المتخرجين من الوافدين لحوزات إيران أكثر من 12,000 متخرج لعام 2009 للميلاد؟ وهل تعلم أنهم يوزعون الكتب للأعاجم للتشيع في القطيف والأحساء ومكة والمدينة وغيرها وفي دول الخليج، ويعلن عن ذلك في قنواتهم؟ لدينا طموح نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الإسلام، رأس الإسلام في الشام وغير الشام. والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين. نحن لدينا عقيدة واضحة، هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها، رئاسة الأمة بقيادة المرجعية في النجف، وقم الذي يعجبه يعجبه والذي لا يعجبه على أن يبلغ البحر. هذا هو الوضوح في عقيدتنا. بغداد اليوم وغدا نجد وغدا نجد. وأنا أقول يا وهابية، شهيد الله شهيد الله، اذكروا هذه الكلمة، شهيد الله. إذا فكرت بيوم من الأيام اتأذى واحد إحسائي أو قطيفي أو دمامي أو أي شيعي، قسما بالله العظيم لنجعل هذا الحج عليكم حمام دم. احفظوه في راسكم، والله بتصير حمام دم براسكم، هاي حطوه في بالكم. الحج جاي وكل حج جاي، وإذا ما كان في حج والله ندخلكم مو بس من إيران ولا من العراق، الآن صرتوا على حدودنا، يعني ناكلكم بعظمكم ما نشوفكم. يفكرون، يجتمعون، يخططون، يتآمرون، يدعمون، ينفذون، يفسدون، يفسدون، يفسدون. فكما رأيت إن الخليج الذي نعيش فيه اليوم لن يكون نفس الخليج الذي يعيش فيه أولادنا وأحفادنا إن لم نسعى للتغيير. اتل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا. قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا. تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا. جنود الوطن الحر انظر انحر الشر، ودق البغي دقوا لك علقم النور، وكونوا في مضي يزف الفرق بالكرم من الجو تصفر، وزف يملا البر جنود الوطن الحر انظر انحر الشر، ودق البغي دقوا لك علقم النور، وكونوا في مضي يزف الفرق بالكرم من الجو تصفر، وزف يملا البر جنود الوطن الحر انظر
وادحروا الشر ودقوا البغي دقوا دكا علقم النار وكونوا في مضي يزف الفر بالكر من الجو فقصف وزحف يملا البر سعوديون والعزم فينا شعل النار فينا شعل النار بنا الاقدام والحزم نحمي بالفدا الدار نحمي بالفدا الدار سعوديون والعزم فينا شعل النار شعل النار بنا الاقدام والحزم نحمي بالفدا الدار بنا الاقدام والحزم نحمي بالفدا الدار وتزداد وتزداد وتثني المر بالصبر فهذه صرخات جيوش اليوم تزهر وهذا علم العز في العلياء أخضر جيوش الوطن الحر تحدو لحدى النصر وتقتات وتزداد وتثني المر بالصبر فهذه صرخات جيوش اليوم تزهر وهذا علم العز في العلياء أخضر بلاد عن حماها جنودا نفتديها نضحي لذراها ونرعى الحق فيها بلاد عن حماها جنودا نفتديها نضحي لذراها ونرعى الحق فيها ونرعى الحق فيها سنأتيك جموعا بلحن مصر نظهر ونمضي حيث تمضي نلبي دعوة الفخر فأنت القائد الفذ فينا والمؤزر مليك الوطن الحر اطلب ما تشمر سنأتيك جموعا بلحن مصر نظهر ونمضي حيث تمضي نلبي دعوة الفخر فأنت القائد الفذ فينا والمؤزر فذي مملكتي موطني خير البلاد لها نبض خفوقي وترنيم فؤادي فذي مملكتي موطني خير البلاد لها نبض خفوقي وترنيم فؤادي وترنيم فؤادي نكحر الشر ندق البغي دكا شديدا علقم النار ونمضي في ثبات يزف الفر بالكر من الجو فقصف وزحف يملأ البر حدود الوطن الحر جئنا نكحر الشر ندق البغي دكا شديدا علقم النار ونمضي في ثبات يزف الفر بالكر من الجو فقصف وزحف يملأ البر لواءات علانا بنا للنصر قودي وخط في سمانا هنا العز سعودي لواءات علانا بنا للنصر قودي وخط في سمانا هنا العز سعودي ودق البغي دقوا دكا علقم النار وكونوا في مضي يزف الفر بالكر من الجو فقصف وزحف يملا البر جنود الوطن الحر امضوا وادحروا الشر ودقوا البغي دقوا دكا علقم النار وكونوا في مضي يزف الفر بالكر من الجو فقصف وزحف يملا البر جيوش الوطن الحر تحدو لحدى النصر وتقتاد وتزداد وتثني المر بالصبر فهذه صرخات جيوش اليوم تسهر وهذا علم العز في العلياء أخضر بلاد عن حماها جنودا نفتديها نضحي لذراها ونرعى الحق فيها بلاد عن حماها جنودا نفتديها نضحي لذراها ونرعى الحق فيها سنأتيك جموعا بلحن مصر نظهر ونمضي حيث تمضي نلبي دعوة الفخر فأنت القائد الفذ فينا والمؤزر مليك الوطن الحر اطلب ما تشمر سنأتيك جموعا بلحن مصر نظهر ونمضي حيث تمضي نلبي دعوة الفخر.